كيقولوا محلاها كتطيب القلوب على بعضها، ومحلاها كيتلم كاع الحباب، القلوب الكحله المحبه ليها دواها، وكتبيض ربي يفتح لينا البواب. ما نسمعوا اللي قال وقال وما سمعناها، نضره شينا نسكروا عليها الكتاب، والنيه الصافيه زينه راحت وراها. ونقول لكم رينسى واحد من الاسباب، الراجل راجل وكلمته يموت معها، ولا يحمل طحين عليك العقاب. الديب ما ياكل الجيفة قدامه يلقاها، الديب يجيب الصيادة ماشي كي الكلاب. الحر ديما حر وخسايلو شفناها. شنو غادي نقول لكم، الدنيا راها زوينة بزاف ومحلاها كتلم كاع الحباب. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هاد الزجاج زوين بزاف ولكن طويل، وما بغيتش نطولو عليكم، داكشي علاش قطعتو لكم غير هنايا. ما عرفتش واش كيعجبكم هاد الزجاج اللي كنقول لكم في بدايه الفيديو، ونتمنى كاع تقولوا لي الراي ديالكم فيه، واش مبقى مستمر عليه ولا لا. الغزالات ديالك بذاتي ورداتي الفنات، انا رايكم يهمني، وكنبغي المشوره ديالكم، وكنبغي ندير لكم داكشي اللي كيعجبكم. فلا باس الا ما كنتوش كيعجبكم هاد الزجاج ما نديروش، الا كنتو كاملين موافقين عليه ديروا لي واحد القليب زوين، واحد الوريده كتحمق بحالكم. المهم البنات، هذا الجزء الثاني ديال القصه ديال هذيك الاخت فردوس، اللي صراحه قسما بالله حتى يشوقكم هذا الجزء، هذا الجزء الثاني انا بكيت فيه بالدموع ووجعني قلبي بزاف بزاف، والنهايه غادي تصدمكم بزاف بزاف، النهايه غادي تصدمكم. ما تتخيلوش هاد السيده كيفاش تلاقات مع الام ديالها اللي ولدتها ولحتها لضرتها، وكانت زوجة الأب امرأة مثالية 100%. بقاو معايا، وهاد القصة ماشي للفرجة بل للعبرة. جيم بارتاج، والله يعطيكم الخير، ما تحرمونيش من الوريدات والقلوبات ديالكم، الله يجازيكم بخير. تصوروا البنات، تقبلت ما بين 30 من 10 ديال الدراري، حيت ملي كتكون المعرفة والوسيط غير الإنسان كيتقدو ليه الأمور ديالو. المهم الغد ليه لبست قديت مشيت للمقابله العمل ديالي، وانا فرحانه ما قدني فرحه، وقدمت السيفي ديالي ودوزت واحد السطاج اللي كان بسيط داك النهار. ومن بعد ما تقبلت عطوني واحد البوست اللي كان اكثر من الحلم ديالي، واحد البوست البنات ما عمرني حلمت به. ملي شديته فرحت بزاف، واول وحده فرحتها بالخبر ديال القبول ديالي هي مرت الوالد، امي الحبيبه اللي كان عندها فضل كبير باش انا حققت الاهداف ديالي، وهي هالبنات. من بعد 6 شهور ديال الجد والاجتهاد، من بعد ما كملت السطاج ديالي في ديك الشركه، ترسمت ورجعت خدامه سيكريتير خاصه ديال صاحب الشركه، وهذا الشيء كامل بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الدعاء ديال الاهل ديالي وبالمساعده كذلك ديال الزوج المستقبلي ديالي. والنهار اللي ترسمت وشديت بلاصتي في الخدمه ديالي، اتصل بيا كيف ديما بارك لي على الوظيفه، وقال لي بالمناسبه ديال العمل ديالك اللي ترسمتي فيه انا كنعرض عليك نهار الاحد. قلت ليه ويلي حشومه، انا اللي خاصني نعرض عليك ماشي انت تعرض عليا. قال لي انا وانت واحد ماشي مشكل، المره الجايه انت تكلفي. قلت ليه صافي واخا يكون خير. ايوا انا قلتها لمرات الوالد، هي طلبت مني باش الى رجع طلبني الزواج نوافق، وحتى انا كنت ناويه العرض عليا الزواج نوافق نتزوج به. داكشي اللي كان البنات. مشيت تغديت انا وياه في واحد الريستو، من بعد الغداء هو فتح عليا الموضوع، قال لي دابا ها انت خديتي البوست زوين وما شاء الله ترسمتي وغاديه مزيان، شنو قلتي واش نجي لداركم ولا نزيد نصبر عليك؟ تبسمت وقلت ليه زعما الا قلت لك صبر مازال تصبر عليا؟ قال لي اه انا مستعد نصبر عليك حياتي كامله، المهم عندي هي توافقي تزوجي بيا واخا نكون كنمشي على العكاز. انا بقيت كنضحك عليه، قلت لي انا موافقه نتزوج بك، ويقول لي واش بصح؟ قلت لي اه غير جيب الاهل ديالك مرحبا بكم. هو فرح وما قدته فرحه، وتم تمسون على خوه علمو، قال لي راه قبلت تزوج بيا. انا بقيت غير كنضحك عليه، لقيتو عالم مالين الدار ديالهم تقريبا دارهم كاملين سايقين الخبر. ايوا هي هذيك عطاتو الرقم ديال الوالد باش يقدر يتصل به، وحتى انا بالدور ديالي فتحت الوالد وامي اللي هي مرت الوالد بالموضوع، قلت لهم السيد باغي يجي، وعاودت لهم كل شيء. مرت الوالد خلاص كانت عارفه كل شيء، اما الاب ديالي ما كان فراسو ما يتعاود. هو ملي شكرتو لي قال لي بنتي الا كنتي باغا تزوجي الله يسخر لك ويكمل عليك بالخير. قلت لهم راسهم، طلبت منهم السماحه وطلبت منهم يدعيو معايا. يوم جيت نكملها البنات اسبوع، حتى كان الزوج ديالي جاب الاهل ديالو جاي يخطف فيا. صراحه الاهل ديالو ناس كلاس وواعين وواعرين وكاملين واصلين المراتب اللي عليا،
انا منين كان كيعاود لي على الطفوله ديالو كيفاش دوزها، كنت كنعتقد باللي هما غير على قد الحال، ولكن بفضل الام ديالهم اللي صارت عليهم وقراتهم وتمحنت عليهم تبارك الله كلشي ولادها وبناتها قارين وواصلين. شو غادي نقول لكم، واحد الام اللي زوينه بزاف، عجبني الحال اكثر من القياس، حيت ناس قارين وواصل وخا هكاك متواضعين بزاف. المهم باش ما نطولش عليكم، تخطبت من بعدها مباشره، الزوج ديالي طلب مني نديروا العرس، ولكن انا ما بغيتش، طلبت منه يصبر عليا غير شويه، قلت ليه على الاقل نعاون مولين الدري بشي حاجه ونرد لهم الخير ديالهم عليا واخا غير قليل. ومسكين ما لقى ما يقول ليا، وقال ليا واخا انت تعرفي انا بالدور ديالي غادي نتساعد معك في كل شيء. بقيت مخطوبه ليه وفي نفس الوقت متهليه في الاهل ديالي. اول حاجه بدت ليهم الفراش ديال الدار كامله، كلشي دخلت ليهم جديد، راجلي وقف مع الاب ديالي في واحد البروجي اللي زوين وخدم واحد الخدمه زوينه وتعاون معاهم بزاف ديال الحوايج. اما الخير اللي داروا فيا واخا نخدم من الليل مع النهار ما غاديش ردوا رد ليه الربع ديالو، الربع ما داكشي اللي داروا معايا، بالخصوص مرت الوالد اللي لقيتها مسكينه، امراه ونصف كتافي ساندتني وقفت معايا، وهي اللي كانت سبب رئيسي باش انا وصلت لهذه المكانه اللي انا فيها حاليا والحمد لله. ايوا يا البنات، من بعد اشهر انا درت العرس ديالي اللي كان في اكبر القاعات ديال الحفلات، راجلي فرح بيا وحتى الاهل ديالي داروا داكشي اللي عليهم وكثر. النهار ديال العرس ديالي غادي نتفاجئ بالسيده اللي لاحتني على درتها وانا الحمار. جات عندي العرس ديالي، سلمت عليها، بركت لي العرس، ما عندي خبر عليها حيت ما كنعرفهاش وحيت ما عمرني ما شفتها. نهار جات العرسي كانت حالتها حالة، الشيب وجلابة قديمة وصبات حالته حالة، واحد السيدة كتقطع في القلب، ما ديت ما جبت فيها، سلمت عليا ومشات. صافي داز العرس، من بعد مشيت لداري اللي كانت مستقلة على ناسي بحكم راجلي كان واخد بارتما مقدم من كل شيء، بديت حياتي اللي كانت زوينة بزاف. ونسيت نقول لكم، نهار عرسي مرت الوالد بغات تحمق عليا بالبكا وما بغاتش تسكت عليا نهائيا، لدرجات بكاتني معاها وحتى انا ما سخيتش بيهم، ولكن هذه هي حالة الدنيا، على الأقل مسكينة دارت فيا خير وكملات وحتى تهنات عليا في داري. إيوا هي هذيك، دوزنا واحد الأسبوع أنا وراجلي اللي زوين بزاف، من بعد مشينا للدار ديال الوالد ديالي، كانوا عارضين علينا، مشيت عندهم محملة مجملة من كل حاجة خديت ليهم منها شوية. المهم جلسنا وهي تجي أختي، بقات كتعاود ليا شحال جيت زوينة في العرس، قالت لي طلعتي أختي في فنة وكاع الناس عجبتيهم، اما التصاور طلعتي فيهم غزاله. مرت الوالد قالت ليها شالي ديك السيدي ديال العرس نتفرجوا فيه، اختي نهار جات السيدي جات خدماتو في البيسي ديالها، بقينا كنتفرجوا تقريبا حتى دازت 34 دقيقه، وهي تبان لي ديك السيده دخلت ديريكت عندي، لفتت الانتباه ديالي من سلمت عليا ومشات خرجت. قلت للاخت ديالي شكون هاد المراه هكا، قالت ليها ما عرفتش. شفت مرات الوالد قلت لها امي فلانه شوفي شكون هادي، عاودت اللقطه وريتها للمراه بقات كتشوف ما قالت لي والو. الولد قال لي غادي نشوف، ملي شافها كان جالس ووقف وجهو تزنق وحمر. قلت ليه مالك الوالده علاش تزنقتي بحال هكذا شكون هادي، قال لي لا والو وجا باغي يخرج. شديتو قلت ليه صبر ابا ما تمشيش حتى تقول لي شكون هاد المراه، شكون ابا هاد المراه، ياك ما ياك ما قدرتش نكملها، قدرتش نقول كلمه امي. قلت لي شكون هي هاد المراه، ما بغاش يقول لي، قلت لي غير قول لي، قلت لي ياك ما هي اللي ولداتني، قال لي لا ماشي هي، شاف فيا وقال لي هي. قلت لي شكون هي، كملها با شكون هاد المراه، قال لي هاد المراه هي امك بنتي، وانا راني شفتها في العرس ومنعتها باش تدخل عندك، ولكن هي كانت مصره تشوف، وهذا الشيء علاش انا مني شفتها شدتها الكاميرا تفاجأت، حيت هي اصلا دغيا خرجت وانا غير قال لي امي، بقيت كنويل وكندب وكنقول لهم شكون اللي قال لي تجي عندي العرس ديالي، وباش عرفتني الوالد انايا عندي العرس. مراتو بقات كتحلف باللي والله ما عندهم الخبر عليها، حتى شافها الوالد في العرس حتى هو تفاجأ اكثر مني. وانا داك النهار ما نكذبش عليكم جبدت لي الاحزان ديال 30 سنه، جبدت عليا من ثاني وجديد، امي اللي تخلت عليا خلاتني في كتانة في خرقة بيضة، جات عندي وأنا لابسة كسوة بيضة، تقبلت وما بغيتش، بكيت والتخت وغوت لدرجة راجلي بقى مصدوم فيا، عيا ما يبرد فيا ولكن والو. كنت كندير بحال شي حوتة في وسط المقلة، وقد ما كنت كنكرها قد ما زاد قلبي حقد عليها أكثر وأكثر، وأنا بسببها ما تمتعش بشهر العسل ديالي، وما عشت دوك اللحظات اللي كتعيشهم أي مرأة، حيت رجعت كنغمض عينيا وكتبان قدامي لدرجة حفظت الملامح ديالها.
راجلي كان كيدير المستحيل باش يهدني، ولكن ما تهدنتش ليه حتى دازت عليا. صافي رجعت نسيت الموضوع، قلت عادي ما وقع والو، اصلا هي تخلات عليا صغيره، واش غادي ترجع تقلب عليا؟ مستحيل. بقينا بحال هكذاك تقريبا واحد المده. الاب ديالي كان جامع واحد البركه ديال الفلوس، استشار معايا قال لي بغيت ناخذ شي بارت ما تكون زوينه بثمن مناسب. قلت ليه غير ضربها على حسابي، واحد صاحبتي خدامه في هادشي ديال العقارات غادي نهضر معاها توقف معايا. فعلا طلبت منها تشوف لي شي حاجه اللي تكون زوينه. ايوا تعاونت مع الوالد في داك البارطمون، هو عطى النص وانا النص، واكيد راجي حتى هو تعاون معايا. من بعد خداو الرحيل ديالهم وانتقلوا ليها، ورشوا عايشين الحمد لله بخير وعلى خير. وحتى اختي قدرت تفوق في الدراسة ديالها ونجحت بنقطة اللي جدا ممتازة في الباك، قدرت توظف مباشرة على يد الدولة، ورجعت هي خدامة على راسها بواحد الثمن اللي زوين. الحياة ديالهم ضحكت ليهم ورجعوا عايشين بخير وعلى خير، وحتى انا كنت عايشة مزيان. من بعد ما مشات ايام وجات اخرى، حتى لواحد النهار انا وراجلي كنتغدى حتى كنسمعوا الدقان في الباب. انا كيحسب ليا غير الكونسيرج ديال العمارة. مشى راجلي فتح الباب واذا بيا كيلقى المرأة اللي تخلات عليا ومعها الاب ديالي ومرت الوالد. غير شافها معاهم عرفها، ما قدر يقول والو. دخلوا انا غير سمعت الهضره ديال الوالد، دخلت بالزربه للبيت، سترت راسي وكنت لابسه القصير. ملي خرجت نسلم عليهم كتبان ليا معاهم امي، وياها البنات امي جات كتطلب وكترغب فيا باش نسمح ليها. ملي شفتها قدامي تصدمت، بقيت مصدومه فيها. جات كتقرب عندي وانا موقفه عند هداك. قلت لها حبسي هداك تما، اشنو جابك عندي؟ اصلا انت شكون؟ اش كتعرفيني؟ السيده بدات كتبكي، قالت لي غير سمحي لي يا بنتي. غوت عليها قلت لها سكتي سكتي ما تقوليش بنتي، انتي ماشي امي. ها امي، امي هي فلانه، امي هي اللي هزتني من بعد ما رميتيني عليها. بلا ما نحس بقيت كنغوت عليها وكنفكرها بكل لقطه دازت في حياتي. حسبت ليها كل شيء من نهار خلاتني وانا مولات 40 يوم او 43 يوم في عمري، حتى النهار اللي جات عندي وانا في عمري 30 عام. قلت لها فين كنتي شحال هادي؟ فين مشيتي وخليتيني؟ دابا عاد تفكرتيني ولا شنو؟ بقات كتبكي وبقات تشرح ليا شنو وقع ليها، ولكن انا ما بغيتش نسمع ليها. جريت عليها من داري، عيات ما تطيح ليا من تحت رجليا وترغب فيا غير نسمع ليها شنو باغا نقول، تعطيني المبررات ديالها، ولكن انا ما بغيتش حتى نكمل فيها الشوفه. جريت عليها وسديت الباب، بقيت كنبكي كنبكي حتى بغى القلب ديالي يحبس. من بعد رجعت كنخاصم على الاب ديالي ومراته، قلت لهم علاش جبتوها لي وعلاش عطاتكم خاطركم تخليوها تشوفني ويا اللي سمحت فيا وانتم ما عارفين شنو دارت فيا. الاب ديالي قال لي يا بنتي حنا رحنا حطينا حطت علينا العار، وكانت كتبكي وكترمي الدم من عينيها، وقالت لينا بلي هي مريضه والحاله ديالها منقوس منها وبغات تسامح معاك قبل ما تموت. انا ما بغيتش نتصارع عليهم، قلت لهم تموت ولا تجلس، بالنسبه لي انا ماتت النهار خلاتني في خرقه بيضاء. ايوا بكيت وبكيت وبكيت حتى شبعت وبردت وسرت. من بعد دخلت البيت وسمحت فيهم كاملين، كنت كنسمع الوالد كيقول لراجلي بلي هادي شحال وهي كتسول عليهم، حيت حنا ما بقيناش في الدار الاولى وحقا ما لقاتهمش، ودابا دارت المستحيل باش وصلت ليهم وما خلات حتى واحد ما سولاتوش علينا حيت وصلت للدار. وكان قال لي بلي كانت غادي تجي عندي قبل العرس، ولكن ملي سمعت انا غادي نتزوج ما بغاتش تكسر ليا خاطري في عرسي وفضلت ما تقول والو. ومن بعد العرس جاتها شي وعكه صحي ومشات للطبيب حيت هي عندها سرطان في عنق الرحم وكتعالج بالكيماوي، وراكم عارفين الحاله ديال المريض كيفاش كتكون دايره. المهم انا هاد المبررات كامله ما عمراتش ليا راسي، بالعكس تعصبت منها اكثر من الاول وتمنيت ليها الموت قبل ما نرجع نشوفها مره اخرى. وزيد انا من ديك الساعه منعست في الراحه ديالي، ديك الساعه ما كليت في راحتي، ديك الساعه ما تمتعت في حياتي، لدرجه غير كنسمع الدقان ولا الهضره برا كنقول باينه هي اللي جات كتسول فيا وباغا باش نسمح ليها. تصور رجعت كنخاف من ضلي، مكنكذبش عليكم ولات عندي بحال الفوبيا منها. ملي كنسمع الاهل ديالي كيهضروا عليا كنبقى نرجف في كل شيء. بقينا بحال هكداك. انا داك الشهر هذاك طلعت حامله، فرحت بزاف ملي درت التحليله وقالوا لي راكي حامله، وطرت بالفرحه. بديت كنحس بولدي ولا بنتي في الاحشاء ديالي، واخا مازال نقطه ديال الدم ولكن فرحت بزاف. المهم بقيت عايشه واحد الاسابيع بحال هكذا، حتى لواحد النهار وهي ترجع عندي امي وغير بوحدي. هاد المره انا كنت خدامه، ملي رجعت للدار لقيتها جالسه في الدرج كتسيني. رسلت هي وقفت شافتي قالت لي يا بنتي، درت النظر ديالي على عينيا وجيت باغا نحل الباب وهي خوتي طاحت لي على ركابي وبقات كتطلب فيا وكترغب فيا.
باغياني باش نسمح ليها، قلت لي انا جيت غير باش نتسامح معاك، ما عرفتش فوقاش غادي نموت، اديتهاش فيها، بقات كتحط ليا في العار. انا بغيت ندخل في حالي وهي تشد فيا برجليها بجوج، طاحت وصحفت، فقدت الوعي ديالها، بقيت كنفيق فيها وسبحان الله حسيت قلبي كيضرب بالجهد، جيت نقول لها امي ولكن ما قدرتش، بقيت كنفيق فيها ما بغاتش تفيق. حليت الباب جرتها دخلتها عندي، درت ليها الريحه، غسلت ليها وجهها حتى بدات كتسترجع الوعي ديالها. ملي بدات كتحل عينيها قالت لي يا غير سمحي لي يا بنتي خليني نموت، انا راه ما درت فيها ما يصلح. يا هذيك شنو غادي نقول لكم، انا درت في راسي ما سمعتهاش وخليتها ومشيت جبت ليها الماء شربتها، قلت لها انا غادي نخرج عندي ما يتقضى برا، الا سمحتي تفضلي خرجي عليا. حطت راسها وخرجت، هزيت ساكي وسمحت فيها وخرجت، مشيت كنجري وكنبكي وما عارفه راسي فين غادي نحط راسي. ما حبست حتى لقيت راسي عند امي اللي رباتني، بقيت كنبكي عليها وكنقول ليها رجعت راجعت عندي، كنبكي وهي مسكينه بقات غير ساكته. في الاخر بدات كتسكت فيا، طلبت مني نسمح ليها، انا ما بغيتش وما قدرتش، صافي بكيت حتى شبعت. في الاخر مسحت دموعي ورجعت لداري، ملي وصلت لباب الدار لقيتها مخليه ليا الرقم التليفون والعنوان ديال الدار فين كتكون، شديت ديك الورقه وبغيت نقطعها ولكن راجلي ما بغاش، خطفها ليا من يدي. دوزت واحد 15 يوم مريضه، تعصبت وحالتي ولات حاله والله ما سهله، تجي وحده وتخلى عليك 30 عام ومن بعد ترجع عندك وتطلب منك السماحه وكأن شيئا لم يكن، وتجي انت تسمحي ليها بدم باد. ما عرفتش كيفاش الضمير ديالها ما انبهاش وخلاها تخلى عليا هاد المده كامله هادي، بغيت غير نعرف علاش. المهم البنات بقيت مده ديال واحد 5 شهور بحال هكداك ما جانيش خبرها في مره واحده، حتى واحد الصباح بكري جات عندي لقاتني عاد ناعسه، راجلي سمع الدقان في الباب منين تخرج بغى يشوف شكون كيلقاها هي، قال لي السلام لاباس، قالت لي بغيت نشوف بنتي، دخلها لداخل وجا كيفيق فيا، قال لي نوضي تكلمي الام ديالك راها باغياك. انا ملي قال لي امك حساب لي مرات الوالد، نط بالزربه قلت يمكن شي حاجه كاينه حيت ما مولفاتش كتجي عندي على الصباح. المهم وصلت وجهي لبست عليا بيجامتي خرجت، ملي كنخرج كنلقاها امي اللي لاحتني غير شفتها، قلت لراجلي ياك واخا فيك، جيت غاديه بحال هي تشدني من دراعي، قلت لي غير سمعيني شنو غادي نقول لك. درت عندها وقلت ليها طلقي مني وكحزي عليا، ما بغيتش نسمع لك وما بغيت حتى نشوفك قدامي. قلت لي انا كنعتذر منك وسمحي لي بنتي ما ديريش بحالي، انا محتاجه ليك تكوني في جنبي وما عندي في الدنيا غير انتي، وإلا كنت انا قبيحه وتخليت عليك بنتي ما ديريش انتي بحالي وتخلي على الام ديالك. وبقات كتبكي وكتقولي انا عارفه راسي غلطه وما كنسواش، ولكن عارفه بلي انتي رباتك فلانه احسن تربيه وما غاديش تخلي عليا وغادي توقفي بجنبي. بقات كترغب وكتطلب فيا نسمح ليها ونشفق عليها، قالت لي كيف ما كان الحال انا هي الام ديالك الحقيقيه، وانت تبارك الله باينه عليك حامله وكرشك بدات كتكبر، ويمكن تكوني كتحسي بداك الشيء اللي عندك في كرشك، واش في نظر غادي تقدري تكرهي وليداتك؟ بقات كتغمق عليا بالهضره، قالت لي انا كان عندي ظروف وكان عقلي طايش وما لقيتش لي يرد ليا العقل، ولكن في الاخر ندمت وزيد ربي عاقبني وخلصني على ما درت فيك وفي الاب ديالك. وقد ما هي كتعاود قد ما انا كنبكي، وفي الاخر سمحت فيها ودخلت لبيتي، بقات شويه نهضت مشات بحالتها. انا من ديك اللحظه هذيك وعقلي مرون عليا وما عرفتش شنو نتبع، راجلي والوالد ديالي قالوا لي هذيك امك وخاصك تسمحي ليها واخا هي تخلات عليك، انت واجب عليك تهزيها وتعتني بها. انا الضمير ديالي كيقول لي اه سمحي ليها، ولكن عقلي وقلبي كيقولوا لي لا، علاش اللي غادي نسمح ليها؟ هي اللي سمحت بيا وحرمتني منها ومن الحلال ديالها هاد السنوات كامله، حتى انا كانت عندي امي ومرت الوالد هي اللي كانت مهلية فيا، ولكن كيبقى الام وقلبها ارحم من كل شيء، علاش تحرمني منه؟ علاش تحرمني من ديك الرحمه هذيك ومن داك الحنان هذاك؟ درجة البنات بعض المرات وقبل حتى ما نتعرف عليها كنت كنقلب على وجه امي في جميع العيالات، حيت كنت محتاجه غير نحس بها، ومن نهار جات عندي انا حسيت براسي كنكرهها. دابا خوتي والله ما عرفت شنو ندير، مع العلم هذه 3 شهور ما رجعت عندي، ما عرفت واش تكون في الطبيب واش تكون مريضه ولا ما قدرتش ترجع عندي، واش تكون ماتت ولا الله اعلم. راجلي حاليا كيقول لي سمحي ليها وخليك قريبه منها، خصوصا في هاد الظروف اللي راها فيها حيت هي مريضه والحاله الجسديه ديالها عيانه وبزاف وباينه فيها المرض.
انا ما عرفتش شنو نتبع، بالخصوص دابا منين انا قريبا نولد وقريبا نكون ام. كنحس بولدي كيتحرك في كرشي، كنبقى طايره من الفرحه، وكنقول غير غادي يتزاد ليا ولدي، نهزو بين يدي ونعطيه داك الشيء كامل اللي ما قدرتش الام الحقيقيه ديالي تعطيه ليا. بعض المرات كنبقى نسول راسي وكنقول واش حتى امي كانت كتحس بيا وانا في كرشها، واش حتى امي كان عندها نفس الاحساس، ولا غير انا اللي كنحس بهذا الاحساس. الله اخوتي ما عرفت ما نتبع، العقل كيقول لي حاجه والضمير ديالي وقلبي كيقول لي حاجه اخرى. مره كنقول هي طمعت فيا حيت شافتني وصلت للمصيب اللي زوين وباغا تاكد عليا حياتي، ومره كنقول هذيك راها امي وهذه هي الحقيقه وما فيها ما يتخبى. وكيف ما كان الحال كتبقى امي، وانا لازم عليا نسمح ليها ونعطيها ونطمع في الرضا ديالها، لكن ما قدرتش اخواتاتي. شي حاجه اللي في الداخل ديالي كتمنعني، لدرجه حتى كنبغي نقول للراجل يلاه ديني عندها نمشيو عندها لذاك العنوه اللي كان خلات لينا، ولا نتصلوا بها ونعرفوا شنو واقع ليها. في الاخر كنتراجع، كنبرد قلبي بالبكا حتى كيطيبوا عينيا. وبغيت نقول لكم انا ما مرتاحاش بسبب هذا الموضوع هذا، ما بقيتش كنشبع الناس، ما بقيتش مرتاحه في حياتي حيت كنبات نبكي. هادشي علاش طرقت باب سمع حكايتي، عاودت لكم قصي بالتفاصيل. المهم الا واخا ما عاودت لكم شي المعاناه ديالي، الصبر اللي دوزت منها، وعطيتكم من كل فني طرب كيف ما كيقولوا. انا عارفه القصه ديالي غادي تجيكم طويله، انا عاودت لكم بالتفاصيل غير باش تفهموني وتحسوا بيا. وبغيتكم كذلك تنصحوني شنو نقدر ندير اخوتي، واش نسمح للام ديالي نقبلها في وسط منا ونعتني بيها حتى يدي من الامانه ديالو، ولا نخليها تخلص على داكشي اللي دارت فيا وباش نرد ليها الصرف نتجاهلها وما نعتبرهاش واش كاينه ولا ما كايناش، ما نديهاش فيها ونكمل حياتي عادي، نكمل حياتي من فين خليتها ونديها في راسي وفي راجلي وفي ولدي اللي جاي مع الطريق. نتمنى منكم تحطوا راسكم بلاصتي وتنصحوني بشي قرار اللي يكون في المحل ديالو، وانا بالاكيد غادي نستمع للنصائح ديالكم ودير اختي امينه بالذات، ونقرا حتى داك التعليق ديالكم. ما تحكموش عليا البنات، انا داكشي اللي غادي تقولوا ليا غادي ندير به. الله يجازيكم بالف خير، واستحملوني شويه حيت طولت عليكم، وبسلام عليكم. وكيف ما سمعتوا خوتي خواتاتي مستمعيني مستمعاتي، وفي كل قصه كيكون فيها حزن كنحزن وكنبكي الصراحه والله العظيم، دموعي هبط ليا ما فهاد اللحظه. انا هي دارت الاخت هادي، وصراحه عارفيني كنتقمص الشخصيه وكنلعب الدور مزيان كما كيقولوا. اوف لا حول ولا قوه الا بالله، حسيت بك اختي وحق الله العظيم الا حسيت بك، وقلبي كيضرب وحسيت انا حيت عايشه، انا راني كنعاود وانا عايشه الفيلم. هو الصراحه ماشي فيلم ونقدروا نقولوا يعني بحال هاد القصص هادو كاين داروا افلام، راه الانسان يبكي معاهم الدم بدل الدموع. شنو غادي نقول لك اختي؟ اول حاجه تبارك الله عليك، من هذا المنبر كنشكر السيده اللي هي الام ديالك الثانيه، والام هي اللي كتربي ماشي هي اللي كتولد، باش ديروها بعين الاعتبار. كنتمنى ان شاء الله تعاود لنا حتى القصه ديالها، كتبان انسانه راقيه وبغينا نستافدوا منها، وحتى العيالات اللي مثلا كيتزوجوا كيلقاو عندهم الربايب والربايبات تعطي لنا زعما وتنصح بهذا الخصوص. والله ما كرهتها اختي، الله يعطيك السر الله يجازيك بخير اللي قدرتي زعما تطلبيها انها تعاود معنا القصه ديالها حتى هي، وكيفاش تزوجت بالوالد ديالك، كيفاش عاشت حياتها، وكيفاش تعاملت معاك، وكيفاش استحملت غواتك من الليله الاولى اللي باتي معاها. المهم بغينا نعرف بزاف الحوايج، ولا البنات حتى هما متفقين معايا انهم باغيين يسمعوا القصه ديال مرت الاب ديالك، يخليو لنا في الكومونتير باش نعرفوا ان باغيين تعاودوا او تعاود لنا مرت الوالد القصه ديالها. نديرو قليب باش نعرفكم باغين، باش نشجعوها تعاود لينا حتى هي، حيت بزاف ديال العيالات ديال الاباء يعني مرت البين تستوعب الحياه مع ربيبها كيفاش غادي تكون، وهاد السيده هادي ان شاء الله هي اللي غادي تعطي لنا مجموعه ديال النصائح والارشادات. ما علينا اختي الكريمه، الحمد لله ان ربي كتب لك واحد الام اللي غزاله ما شاء الله، اللي هي مرت الوالد، واللي ما كنعتبروهاش مرت الوالد، هذه هي الام اللي ربات وصارت، الام هي اللي كتربي وهي اللي كتسهر، لان تحملي 9 شهور وتولديه وتحطيه
ماشي نقولوا سهله، الله يسمح لنا من الوالدين، ولكن المصيبه هي في التربيه ديال 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 خصوصا الوليدات الصغار، كيفاش تصهري معاهم، كيفاش تخرقيهم، فاش كيمرضوا الى اخره. فحنا هادشي كلشي بغينا تعاودوا لينا ان شاء الله مرت الاب ديالك بالتفاصيل حتى هي. فهذيك هي الام ديالك الحقيقيه، وربي بغى لك هذيك الحياه او هذه الحياه اللي راكي عايشاها، لان كون ما تربيتيش في الكنف ديال هذه السيده هذه كنظن ان ما غاديش اصلا تعيشي مزيان، ويعلم الله شنو راه صاري لك دابا حاليا كون راكي عايشه شي عيشه حاشاك ديال الكلاب، لان امك دابا الظروف ديالها خايبه بزاف. تصوري كون عيشتك داك الظروف مع هي قبيحه واعره، كنت كرفصات عليك، يعلم الله شنو كون دارت في حقك. فعلى على الاقل بعدا عطاتك لهاد المراه، شتي فاش النهار اللي لحتها في حجرك، في حجرها عفوا، كان ربي سبحانه وتعالى هو اللي كتب لك داك الرميه هذيك، حيت رماك في واحد الكنف اللي الحمد لله مبني على الاخلاق والمبادئ والتهلو وبزاف ديال الامور. فالحمد لله على كل حال هذا فضل من الله. فهاد الام واخا تلوميها عندك الحق تلوميها، رماتك وداك الشيء، ولكن راه من الخير، كل شيء من الخير. فحنا غادي نشوفوا غير الجانب الايجابي. راه شوفي نقول لك اختي، كاينين بنات مساكن بنيتات في العمر ديالك تلاحوا مشاو الخيريات، عاشوا مكرفصين، تلاحوا تعطاو تعطاو تباعوا، كانوا مثلا وحده تولد بنيه ولا وليد وكتمشي تعطيه ولا كتبيعو لشي وحده كتمشي تسعى به، او شي وحده غير كتكبري كتصيفطك لدار الدعاره تخدمي. انت على الاقل لقيتي واحد الحضن اللي دافئ تربيتي في وسط منه، هذا راه فضل من الله. خصك تشكري هاد الام ديالك اللي ولداتك، قولي لها امي شكرا بزاف 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 بزاف، حيت درتي في واحد الخير كبير وكثير، حيت لحتيني على واحد المراه اللي مأصله وبنت الناس، كبرتني وتهلات فيا ووصلتني لواحد المواصل اللي زوينه بزاف. هذه انا من هذا المنبر كنقول لك قوليها للام ديالك. بالنسبه للنصيحه اللي غادي ننصحك، انت بري بهاد الام هذه اللي صراحه لا تموت بالامومه باي صله، اي الا بريتي بها ماشي الوجهه، هي الوجه الله سبحانه وتعالى. الا هي ما طبقتش الاحكام والشريعه الاسلاميه وشنو قال الله على الوليدات، لان كاين عقوق الوالدين وكاين عقوق الابناء، ماشي هي عقوق الابناء، حيت الناس راه واخدين هذا المفهوم خاطئ. راه ما كاينش غير عقوق الابناء، راه حتى العقوق الوالدين كاينين. فانت يا باش ترضي الله سبحانه وتعالى طبقي الشريعه والاحكام وداك الشيء اللي قال. والله سبحانه وتعالى كيقول في محكم تنزيله بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. هنا في هذه الآية هذه كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني هاد الوالدين علاش رباوك في الصغر ديالك؟ هي الصراحة ما دارت حتى شي حاجة، ما رباتك على حتى شي حاجة، لا حتى كمشات، ولكن حنا غادي نديرو بالقول الله الاول ديال اذا بلغ عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما، او قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. يعني انت هاد السيده هذه وصلت لواحد المرحله ديال الكبر، وصلت لواحد السن اللي احتاجتك فيه، فانت سلمي امرك لله الواحد الاحد وتعاوني معها لوجه الله. لما كانت دارتي بوجه الله سبحانه وتعالى، انت ديري بوجه الله بوحده وبوجه داك الاحشاء اللي تربيتي فيهم واحد 9 شهور، وصافي حاولي انك تواصلي معها اختي، او سيري عندها وسولي فيها قبل ما تموت، ويبقى فيك الحاله دي تقولي يا ريت كون عاونتها، ويا ريت واخا تطمع فيك، راه امك يعني من حقها تطمع فيك، واخا تخلات عليك، اتونسيون، واخا تخلات عليك، لان نهار تخلات عليك ربي ما سمحش فيك، بالعكس ربي عطاك من فضله. هذا راه شوفي راه شحال من وحده تسمع القصه ديالك تقول لك يا ريت كون كانت انا امي لاحتني في ذاك الوقت على شي مراه بحال هذه وخرجتني بحال هكذا، راه من الخير. لهذا بلا ما تعاندي معها وبلا ما تغلضي راسك وتقصحي راسك، ما تكونيش انسانه قاصحه اكثر منها. الله سبحانه وتعالى كيقول لك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لك ابغض القلوب عند الله هو القلب القاسي. فما يكونش القلب ديالك قاسي، حاولي انك واخا ما تجيبيهاش عندك وتسكنيها معاك، حاولي على الاقل تعاوني معها غير من البعيد، ومره مره سولي فيها، ولا كانت محتاجه للعلاج ومحتاجه للدواء وداك الشيء ما فيها باس، مع العلم ان كما قلتي ربي كرمك والوظيفه ديالك الحمد لله، وتراجلك الله يزيدكم والله
يبارك ليكم والله يفرحك بوليدك ان شاء الله وتولديه بخير وعلى خير. ومي غادي تولدي غادي تحسي بالام ديالك، لان هي حتى واحد النهار هي توجعت بيك وولداتك، حتى واحد ما تزاد بلا حريق. حنا كنا تزادينا بالحريق وبالوجع والم المخاض، راه العيالات قال لي مجربين وراه الله يحسن العوان. وحتى العيالات اللي مساكن ما سبقش لهم ولدوا، راه والله العظيم الا كيحسوا بداك الشيء بداك الالم كيحسوا. الا قلت غير شي مره كتعاود لشي وحده هذيك عمرها ما ولدت تحس بها وتبكي من جهتها، حيت كتبقى مراه ومراه وراها كتله من العاطفه. حتى الام ديالك كانت في واحد المرحله اللي قالت لك انها كانت طايشه، فحاولي انك شوفي حاولي انك تجاوزي عليها داك الشيء. وربي سبحانه وتعالى فاش كنغلطوا ربي رزقنا وخلقنا ونعم علينا جميع النعم التي لا تعد ولا تحصى، وفاش كنظلموا الانفس ديالنا ونطلبوا منه السماحه كيسمح لينا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فالله سبحانه وتعالى قادر يغفر لامك لا طلبت منه السماحه بقلب صافي راه يسمح ليها، ولكن باش تكمل هاد السماحه خصك انت تسمحي ليها. وشي بس ما هو كاين والوالدين ما كيعوضوا حتى شي حاجه راني عارفه. والحمد لله ربي عطاك واحد الام اللي قلتي عليها انها قمه الانسان، يلاه يجازيها بخير والله يخطيها والله يعطيها صحيحتها يا ربي يا كريم. الله يعطيها داكشي اللي تمنى، ونتمنى ان شاء الله حتى هي تشارك معنا بالقصه ديالها. هادشي اللي كاين اختي، كنسمح للمستمعات الكريمات الى قلت عليكم راه ما كرهت، ولكن هاد القصة كان ضروري نديرو فيها جوج ديال الأجزاء لأنها جاتني طويلة بزاف. كنت صرا غادي ندير فيها غير جوج، ولكن ملي بانت لي طويلة غادي نديرو فيها جوج. والله المستعان، وشكرا لك أختي بارك الله فيك، كنشكرك مجددا. كنقول لكم اللي بغات واللي بغى يحط القصة ديالو الرقم هو 0637054549. إلى أن ألقاكم دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.